فالقناعه ديالي هي هذه، ما كنعرفكمش، واكتشفت ان تبارك الله فيكم ناس، يعني هادو غير اللي سمعتو كان عندي كيفاش ندير باش الناس تسمع النقاش كامل، تاكدوا ان سافعل ذلك بفرح وسرور، وكنتمنى يكون النقاش. فتنقترح عليكم انتم تخدموا في هذه البلاد، خليوا الناس اللي كيطالبوا بالزيادات والترقيات وال داكشي كله اللي كثير، وسيروا انتم نحو العمل، انتم هزوا الهم لهذه البلاد وديروا الكرده ديالكم يعني عليها كيف كنظن هي، وخاصها تزاد خاصها تزاد، واشتغلوا واخا تبانوا انتم سداج في الاداره، ديك الانسان اللي تيجي للاداره باش يستافد ويفورنيغ لو مينيموم بروند لو ماكسيموم، يعني هذاك زعما نسوا نسوا، ما غنقول حتى حاجه اخرى، ولكن نسوا، ولكن انتم اشتغلوا وشحال ما فكرتي وشحال ما بداتي وشحال ما اشتغلتي بجديه باخلاص بوقت كافي، ما تخدموش 8 سوايع، خدموا اكثر الى احتاجتو، الى كنتو يمكن لكم تخدموا قل لانكم عندكم يعني ظروف خاصه فيكم، هذاك ماشي مشكل، حتى عمري يتكلم معكم، لانه الناس كيعرفوا اللي كيخدم كيعرفوا الله تعالى كيقول ما على المحسن من سبيل، ولكن المهم هو تجتهد وتقلبوا على الناس اللي بحالكم، راقين بزاف ديال الناس في المغرب وفي الاداره المغربيه وديال المهندسين الاطباء وغيرهم، اللي ناس ممتازين. انا غنقول لكم واحد الكلمه، انا كان ولدي مريض وجا واحد رياني مطر، كان ماشي مريض كان غادي يموت، غير الله سبحانه وتعالى اللي نجا، قديم هادشي كانت عنده يمكن 14 عام ولا 16 عام، وجا واحد رياني مطر، فرحت ان واحد من المغاربه بحال هكا، وهو يمكن ربما ما كان عنده حتى علاقه لا بالاوساط ديالنا ولا ربما حتى بالتدين ولا كان عنده شي علاقه بشي في جهه اخرى، حقيقه يعني هذاك النوع ديال الناس كاينين، طعموا بهم الصفوف ديالكم واستعيوهم باش يجيو يشتغلوا ويخدموا، في الاخر كيبقى غير الخدمه كيبقى.